حلو. طيب مقادير بلح الشام على الشاشة. ثلاث بيضات، كوبايتين دقيق، ماء شديد الغليان على النار بيغلي، في فانيليا وفي ربع كوب من الزيت ومعلقة سكر ورشة ملح. هو ده بقى التركية الأخيرة دي بقى هقولها. إيه هي بقى؟ المعلقة السميت الناعمة الأخيرة دي بقى اللي معانا دي كده هي السر في قرمشة البلح الشام. أنا بسرعة كده، حاضر والله العظيم، حاضر أهو حاضر. أنا عايز المخرج، أنا عارف إن هو عايز يبدع، بس أنا هعمل حاجة حلوة عشان السادة المشاهدين بس. مضرب معداش على ملح ولا معداش على توم ولا على بصل معايا أهو، وهنزل بالزيت في المية أهو. بلح الشام بيتعمل إزاي أهو؟ مية مغلية عليها زيت عليها فانيليا بالشكل ده كده، وأمسك المضرب بإيدي اليمين والدقيق بإيدي الشمال أهو، وأنزل هنا كده أهو، وأقلب أهو بالشكل ده كده أهو، والنار شغالة أهو، شايف القوام ده كده؟ لغاية لما العجينة بتاعتي دي تتكور وتبقى زي العصيدة. نعمين، حاضر. المهم إن العجينة تبقى زي العصيدة، هنزل عليها بالبيض واحدة تلو الأخرى لغاية لما العجينة تبرد، وأبدأ أنزل أحمره في زيت بارد جدا ويطلع معايا بلح الشام. وأوعدكم بإذن الله تعالى هنعمل يوم حلويات، بلح الشام ولقمة القاضي وزلابية وكل حاجة حلوة.